تاريخ بيبي مريم ذكر على أنه مسجد، ويدل على ذلك أيضا وجود مثل المحراب في داخل الضريح نفسه. تم بناء الضريح من الأدوات أو من المواد المحيطة بالمنطقة، وهي عبارة عن المستحثات أو الشعب المرجانية المتصلبة، بالإضافة إلى تزيينه بالقواقع موجودة، وأيضا تم تبليط المبنى بأكمله بالقص. طبعا مدينة قلهات التاريخية والأثرية تعتبر من أفضل المدن على الساحل العماني. فقد ازدهرت هذه المدينة من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث عشر الميلادي بسبب ازدهار مدينة سلطنة هرمز التي كانت تسيطر على المنطقة من الخليج العربي حتى مدينة قلهات، وقد اتخذت قلهات كعاصمة اقتصادية لهم. تم تدمير الكثير من الأجزاء، سواء كان فعل العوامل الطبيعية مثل الزلزال الذي صار، أو العوامل البشرية أثناء غزو البوكيرك على المدينة عام 1508 ميلادي. قصص ضريح بيبي مريم ما تزال هي موجودة لحد الآن، ولكنها ليست جديدة. فمن المتتبع للتاريخ العماني تذكر بعض الروايات، وتذكر بعد أنه البرتغاليين دمروا كل شيء في المدينة إلا ضريح بيبي مريم. لكن هذه الأمور لازم نعرف أنها موجودة. كلام غرندي بقى ما في تفاوض هذا الموضوع. موجودة لأن في ناس مرضى وش فيه. عندنا واحد اسمه سعيد بن غافل. هذا سعيد بن غافل تسمع من البلد من أكابر، يقول أجبت حصان من ضريح هذا وشلها. لما جاء بيته ما عرف بدنياته. من الحضارة، يعني خلينا نقول من الإرث الحضاري المتناثر بين سواحل السلطنة، وقلهات يمكن تكون أبرز مدينة قديمة في هذه المنطقة، بقليل من التنمية، بقليل من توفر الخدمات، نستطيع أن نضعها وجهة سياحية عالمية.